بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدرس التاسع في الفوتوشوب. هنتعلم النهاردة حاجة جديدة جدا. الحاجة دي هي عبارة إن إحنا هنرسم، هنبدأ نتعلم الرسم. الدرس ده واللي جاي إن شاء الله هنتعلم فيهم الرسم. هننقي حاجة صعبة شوية إن إحنا نرسمها بحيث إن إحنا نتعلم كل حاجة في الرسم، أو على قد ما نقدر نتعلم أكتر حاجة ممكنة في الرسم. هنرسم الشاشة LCD معقدة شوية بحيث إنها تطلع كأنها حقيقية بالظبط. احنا مش هنستخدم اي سيجنز من اول التصميم لاخره، احنا اللي هنرسمه، يعني مفيش اي صور هندخل على البرنامج عشان نرسم. نبدأ التصميم كده، هندوس فايل نيو، وبعدين نطلع صورة جديدة 512 بيكسل في 512 بيكسل، ريزوليوشن 300 بيكسل على الانش، ار جي بي كولر 8 بت، باك جراوند كونتنتس وايت. ندوس اوكي. هنعمل اول خطوط استرشادية كده، بنيجي عند حرف المسطرة كده ونشد، نخليها تقريبا في النص كده، حرف المسطرة سوري، ونشد. نيجي عند ال rounded rectangle tool عشان نعمل frame، نعمل new layer. نيجي عند النص كده بالظبط، هتدوس shift، بعدين تدوس بالماوس كليك شمال، وبعدين alt، وبعدين تبدأ توسع كده في النص. يعني انت دلوقتي هتسيب الشيفت عشان تبدأ توسع دي كده كده كويسة. هنخلي اللون بتاعها رصاصي شوية كده تماما، نحاول نفتحه أكتر. وبعدين هنعمل دي، هنسميها frame sorry frame، يعني الإطار العام للشاشة. وبعدين هندوس control على الشيب ده كده، وبعدين هنعمل حاجة اسمها select modify contract عفوا. بعدين نخليها 2 بيكسل اوكي. بعدين هنعمل نيو لاير، نجيب البينت باكيت تول اللي هي الأداة دي، وبعدين هنلون بالاسود ونسمي دي جلاس. كونتراكت تاني، سيلكت موديفاي كونتراكت، خلي دي 1 بيكسل اوكي. نعمل نيو لاير، بعدين نجيب ال gradient tool، نختار من هنا اللون الأبيض في أسود، بعدين نلون من تحت لفوق كده عشان تطلعنا بالشكل اللي احنا عايزينه ده. تمام. هنجيب بعد كده ال polygon last tool، دي هنسميها الأول reflection، ده انعكاس، يعني كأن في ضوء منعكس على الشاشة reflection. تمام سوري كتبت غلط. تمام. هنجيب ال polygon last tool، هنرسم الرسمة دي كده. يا ده سهل خالص. وبعدين هنعمل حاجة اسمها ماسك، دي أداة الماسكن، هنعمل الشكل ده. وبعدين هنعمل layer style من هنا، هنخليه screen، وبعدين نخلي ال opacity اللي هي الشفافية 20. وبعدين هنيجي نعمل لاير جديدة ما بين الجلاس وما بين الريفليكشن، يعني هنعمل سيلكشن للجلاس كده، وبعدين نعمل نيو لاير من هنا. تمام. وبعدين هنجيب أداة الريكتانجلو مارك تول، بعدين هنيجي في النص كده، هندوس برضو نفس الحكاية شيفت، نبدأ نرسم وندوس الت، نسيب الشيفت في النص عشان نعمل دي كده. تمام. بعدين هنجيب اللون الأزرق الفاتح شوية كده، نجيب ال paint pocket tool ونلون كده. control دي هنعمل دي select، دي هنسميها screen. تمام كده تقريبا احنا خلصنا محتويات الشاشة على الأكثر. هنبدأ نعمل ويب كام كأنها كاميرا في الشاشة. هنجيب ال elliptical marquee tool ده هي أداة القص المنتظم الدائرية، وبعدين هنيجي هنا نفس الحكاية، هندوس shift وكليك، بعدين alt، بعدين نرسم كده دايرة نطلعها فوق شوية كده. هنجيب اللون اللي هو الأسود الفاتح شوية، بعدين نعمل بالبينت باكت تول نلونه، بعدين هنجيب select
سوري select modify contract، وبعدين هنخليها by 2 pixels، وبعدين هنجيب اللون ده نخففه اكتر، وبعدين نعمل كده، وبعدين control D عشان نعمل دي select. دي كأنها الكام. هنيجي هنا هنعمل الزرار بتاع الباور، هنجيب الاليبتيكال مارك تول تاني، بعدين نفس الحكاية شيفت كليك الت، وبعدين نفتح كده صغيرة شوية، نرسمها تاني مش مشكلة، شيفت كليك الت، تمام. بعد كده هنلونها باللون الابيض، هنختار اللون الابيض كده، بعدين نجيب البينت باكيت تول نلون، بعدين هنعمل select modify contract، بعدين by 2 pixels sorry control z عشان نرجع في الخطوة، خليها select modify contract لو ينفع 1 بيكسل بس، بعدين نلون باللون الاسود، بعدين نعمل filter sorry select modify contract تاني by 1.5 بيكسل لو ينفع، ما ينفعش 2، اوكي نخليها باللون الابيض، تمام. بعدين هنيجي احنا مضطرين نرجع في الخطوات اللي عملناها دي كلها عشان احنا ما عملناش نيو لاير، انا طبعا اسف الاصل الغلط عشان نبقى نتعلم منه، تمام. هنيجي هنا تاني هنعمل هنلونها باللون الابيض بسرعة كده، لونها مرة، بعدين نعمل select modify sorry sorry select modify contract by 1 pixel، اوكي لونها باللون الاسود، بعدين select modify contract by 2 pixel، اوكي بعدين لونها باللون الابيض. بعدين هنيجي على اللاير بتاعتنا، هنعمل دبل دبل كليك او كليك يمين وبليندينج اوبشن، هنيجي على الاوتر جلو مثلا، هنخلي دي مثلا نخليها لانير دوج اي دي دي، نخلي دي 100 نويز 0، تمام. نخلي ده اللون اللي هو الازرق شوية كده مثلا، ننتقله اكتر، يعني بعمل 4785F8 اللون ده تكتبوه، اوكي. السبريد هنخليه مثلا 13، نخلي دي 6 مثلا، اعتقد كده تمام. هنيجي نصغر دي شوية، نعمل دي سيلكت، بعدين كليك يمين free transform، Alt و Shift مع بعض ونصغر سنة صغيرة، أعتقد كده كويسة، تمام. احنا كده عملنا الشاشة بس ناقص الستاند بتاعتها. الستاند دي يعني الحاجة الحامل اللي بيبقى موجود في الجزء ده، الجزء ده كده يبقى يعني فيه المفروض حامل بيشيل الشاشة من على الأرض، لأن دي شاشة LCD. طيب وده نعمله ازاي؟ نعمله بالطريقة دي. الأول احنا المفروض خلصنا الجزئية دي، فهنعمل حاجة اسمها الجروبينج لايرز، هنختار من أول لاير لحد اللي هي اللاير بتاعت الفريم، هندوس شيفت وبعدين ندوس عليها كده، احنا اخترنا اللايرز اللي فوق كلها ما عدا الباك جراوند. بعدين هنطلع على لاير في القوائم فوق، هتلاقي حاجة اسمها جروب لاير، أو تدوس كنترول جي، هتدوس كده هيعملها جروب 1، مش مهم نسميه عادي. هنيجي على باك جراوند، هنعمل نيو لاير، هنختار الأداة دي اللي هي rounded rectangle tool، وبعدين هنختار اللون الرصاصي الفاتح شوية، وبعدين هندخل كده زي ما اتفقنا، shift click alt تسيب الشيفت بقى، نخليها مثلا في الحجم ده كويسة كده، تمام تمام. هنقلها كده شوية،
هنخفي الجزء بتاع الشاشة، هنيجي على الجروب دي العلامة اللي جنبيه هنخفيها كده، وبعدين كليك يمين على الستاند هنسميها ستاند، وبعدين كليك يمين عليها blending option، وبعدين هنعمل حاجة اسمها الجريديانت اوفرلاي. ركزوا معايا بقى عشان الألوان دي لازم تركزوا فيها قوي. أول حاجة تختارها اللون اللي هنا، تختار لون الأزرق هنا مثلا كده، تمام. اللون اللي بعديه يبقى هنا، تختار من اللون الأحمر كده P6 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 P6، بعدين هاتوا كده سنة، وبعدين جنبه هنا نجيب اللون الأزرق شوية، تمام، دوس اوكي. اللون ده محتاج يتعدل شوية، حاسس انه مش طبيعي قوي كده، كويس اوكي. هنيجي عند اللون ده كمان، هنخليه مثلا، هي حكاية حس بس مش اكتر. نيجي عند اللون ده، تمام، نخليه نفس اللون، وهنا نخليه اللون كده. يبقى نيجي نقول الألوان تاني. أول لون هنخليه EBF5FC، وبعدين ندوس أوكي. اللون التاني هنخليه B6P6P6، بعدين ندوس أوكي. اللون التالت هنخليه E1E1E1. اللون اللي بعد كده هنخليه CCCPCP، واللون الأخير هنخليه زيه بالظبط CCCPCP. اللون على الناحية التانية خالص هنخليه 9A9797، وندوس أوكي. نخليها بالأوضاع دي كده تماما، وبعدين ندوس أوكي. أوكي كده بقت تمام. هنظهر الشاشة بتاعتنا دلوقتي، نحاول نحركها كده، نحاول نطلعها فوق كمان كده، بقى الشاشة بتاعتنا تمام. طب نفترض ان احنا عاوزين ندخل فيها حاجة زي سكرين مثلا، انها كأن الشاشة شغالة. طيب تمام، هنعمل فايل اوبن، نجيب كده الصور بيكس بيك ديزاين، وبعدين مثلا نختار اي صورة تكون لايقة على الألوان بتاعتها. مثلا الصورة دي فتحناها، نعمل كنترول اي، نعمل لها سيلكت بالكامل، وبعدين ننقل هنا. محتاج يتعمل لها ترانسفورم، فري ترانسفورم، هنطلع برا كده، الت وشيفت وتبدأ تصغر عشان تصغر بنفس المستوى، تمام. سوري احنا غلطنا غلطة. طب خليها هنا مركون على جنب، اعمل لها هايد. احنا محتاجين نعمل ان جروب لاير، تمام. فتحنا الجروبس، لازم نخلي الصورة اللي هنحطها اللاير بتاعتها تحت ريفليكشن، يعني نجيب اللاير دي كده تحت ريفليكشن، وبعدين نبدأ نظهرها تاني عشان الريفليكشن بتاعنا يظهر، تبقى كرياتيف. فري ترانسفورم، تمام. اعمل اوباسيتي قليل شوية عشان نشوف، بعدين نعمل كده، رسمنا الشاشة بالقص المنتظم كده، تمام. وبعدين نعمل select inverse، بعدين layer new layer via cut، تعمل move tool delete، بعدين تظهر اللاير بتاعتك من تاني عشان تظهر لك بالشكل ده. دي الشاشة بتاعتنا اللي احنا رسمناها في وقت قصير، وتبان انها كرياتيف وحاجة ظاهرة جدا وممتازة جدا. نقدر نعمل اكتر من كده، وهعلمكم اكتر المرة الجاية ويمكن اللي بعدها كمان، نشتغل اكتر وان شاء الله نعمل شغل كبير جدا. انا بشكركم جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.